جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. اي كارثه كبرى، ايضا ثم مشكله كبيره في تونس، ما التزمناش بالموعد الانتخاب. احنا نعرفوا الشرعيه انتهت 23 اكتوبر 2012، هذا مش كلامي، الشيخ راشد الغنوشي في حالنا بعد شفنا حاسبونا اذا تجاوزوا عام ووقعوا الكلهم على اساس عام. واليوم يتحطوا على الشرعيه لا انت طيب. لا انت حتى السيد الرئيس الجمهوريه لما يحكي على الشرعيه يودي انت رئيس دوله في اطار صفقه بزنيسه بين احزاب في اوتيل. علاش مش علاش من الحمدي رئيس دولة يقول جبت أصوات أكثر؟ علاش مش الشيخ راشد الغنوشي نفسه رئيس الدولة؟ أنت حتى تقول شرعية رئيس الدولة يزم تنتخب من 51% من الشعب، يزمك عندك وراك 4-5% من الشعب التونسي صوتوا لك تقول أنا عندي الشرعية، أما هذه الشرعية يعني صفقة، تم صفقة في أوتيل بين 4-3 أحزاب، زوز نجيبوا هذا نجيبوا هذا، إذا تونس ما احترمتش الموعد الانتخاب، لو رونديفو إليكتورال إي ساكري في الديمقراطية، في الديمقراطية الموعد الانتخابي مقدس، والشرعية ديما مرتبطة بموعدين، موعد بداية ألف إلى موعد نهاية باء، من بعد يزم شرعية جديدة في الانتخابات. شكرا. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.